اهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من صالح جدا. كاين بزاف من المواطنين الجزائريين في هذه الايام الاخيره راهم يشكوا من الازدحام المروري الكبير اللي تعرفه الجزائر العاصمه، وهذا بسبب تساقط كميات من الامطار. تابعوا معنا نشوفوا راي المواطنين الجزائريين على هذا الموضوع. نحكي لك برك الصباح هنايا ديماريت من الخروبه من لي زاريت كوس، شحال لا 7:30 دي ماتان، مغلوقه لحقت لافاك انا دوزيام تيدي على 10، سيتي بريفي نقرا على 8 8 دي ماتان لحقت على 10، شويه شطا برك انغلقت ما فهمتش علاه. لوطورو تاع بن عكنون اللي تدي مينيستر فينونس مغلوقه كيف في القلته تاع الماء، ايه دير كونكودو انا قلت تاع ما وين على بالي كاين حديده كاين روشيلدا نيفيتي الكلده نولو كاع ندوزو كوتي الكراس كاع يولو يتبعو فيك، هذه هي الكومبرومو علاش كيطيح شويه شتا الكلده تاع ليك الريغولات كاع مبوشي الزيت وهذاك اللي الدخان هذاك اللي تلقو الكروسه والكيران هذاك يولي يجليسي يضرب كود فران يحبس ليه، اما لفهذاك السبب اللي يمشيو بالعقل تكون لا سيركيلاسيون. تنغلق بالشتا على خاطر السبي جبوري ما يخدمش خدمته في الصيف ما يخدمهاش، لو كان جاي يخدمها لي حاشاك واش مول لي فاكاسيون تاع الماء يمشي. الحاله راك تشوف فيها كيفاش راهي غير يبدا تشمخ هذاك الاولاني هذاك يبلوكي كلش. السركاله ثاني السركاله وين تبوجي سيركيلاسيون. اونكور السركاله. اسمع انا ما ريفيزيتش البارح دير ريفيزي وخلاص. لازم اخويا يكثروا نترك لازم. بزاف حبيبي والله بزاف كومبروميز. راك تشوف داروا لهم المترو تراموي هكاك ومازالت الازمه تاع الكومبرومو تاع السيارات. انا عندي كروسه مانيش نمشي بها، انا نمشي في المترو خو مانيش نمشي بها مانيش نسوق غير الا خرجت على برا، غير الا رحت لكاشي فامبيليا هكذا ولا على برا تراموي هنا في الجزائر ما نسوقش انا هنا في الجزائر ما نسوقش واش تسوق تمشي بريمير دوزيام واش لومبرياج يشد تاكل لك الزيت الكراس كامله ولاو ياكلوا الزيت. فهمت حتى تصيب تا الموتور تجي تجوجي تصيب الزيت نقصت وين راحت السي فابور مع السخانه دونك بروما هي اللي دير كلش خو. هاي طاحت زوج قطرات ما كانش شتها نورمال مغلوقه اخو راك تشوف بعينك مازال ما فهمناش. عاد 9 سيركيلاسيون عاد 10 سيركيلاسيون عاد 11 سيركيلاسيون عاد 12 وقتاش يخدموا هذوما يقعدوا غير برا في الزنقه هذوما. كاين طرقات في الشتا كتولي بيسينها. طيح شتا دير قلته تاع ما طريق تنغلق تريد تمشي اكوتي كالارز كاع كاين اربعه ليلين يمشوا زوج ليلين مغلوقين تولي دير كومبرومو بلا مزيته. ما نمشيش في القلته هذيك ما نمشيش في القلته تاع ما بالك روشي بالك بيكي تحديده طرتك طوموبيل هنايا. ديك الثقافه المروريه ما عندناش تاع شوافره. لي زافالور مبوشين هذو ما يؤدوا باش الطريق تنغلق. هذا هو السبب نتاعها لو كان لي زافالور مثلا يدي بوشاو في مواد داوت ها اون دون لامبورتونس بور ديبوشي هادو لي زافالوار بوتيتر نقصوا من الاخر هذا الغلق تاع الطريق. انا واحد تخرج عليا السيركيلاسيون واحد يرقد واحد ينافيكي انا كباب لا احنا اللي بحوايجي في الطريق يا السيركيلاسيون واحد يبروفيتي. كي نجي خارج من الباب تاع الدار كومبرومو سمعنا ما تهضرش ما فهمناش والله ما فهمنا بصح كي يطيح المطر تبلوك الحاله نقول له هاي شتا سيركيلاسيون علاقة وطيدة أكثر شيب شي شيك صح غير ناس تقطع دي شتيوة ناس يهربوا منها والطونوبيلات يطرشوا جينيرال مونسا اللي يسوقوا بزاف راك تشوف هما اللي عندهم لي فواتور بزاف هما يخافوا شوية شتيوة راك تعرف تحبس وباش تقولي السركالة والله غير عايشين غير في السركالة كومبرومو كبرنا غير فيها. انا واحد من الناس لازم نخرج صباح 6 باش نلحق على الخدمه على 8. ايه لازم تخرج 4 تاع الصباح سيركيلاسيون يا اخو حنا في الجزائر على والو تغلق الطريق. الفو يتيدي الفو دير مخططات الافونس لي زافالوار نقوهم الويدان يتنقاو اي سي سا خدمه البلديه بالحقيقه يسرحوا حاشاك لي روكار من قبل ما تجي الشتاء باش الماء يولي يمشي نورمالمون الطونوبيلات يولي يمشيو عادي. ما يقول لك من 7 تاع الصباح 8 تاع الليل الجي كاع مغلوقه حبيبي بالك الناس ما عندهمش فيزيون ولا مانيش عارف يا خويا
الشتاء هادي الناس تقول كي الشتاء ماش تعرف الدنيا تغلق ما لاباليش. يخافوا يخاف الزليق ما يحكمش ليه فرع بالك كاين ما يعرفش يصو كاين نيفو بيرمي كاين كل واحد وكيفاش. مشاهدينا نمروا الان لفقرتنا الثانيه في البرنامج واللي هي الميكروفون ليك. تبعوا معنا نشوفوا كيفاش كان سؤال المواطن لنهار اليوم وكيفاش كانت الاجابات عليه. راني حابه نسقسي الشعب الجزائري اذا كان راهو مستعد ينقي بلادو ينقيها ولا كومبليتمون نظافه ينظفها ويحافظ عليها. جي سوي بري مليحة يا أخو نظافة من الإيمان وسخ من الشيطان حاجة اللي حبها ربي نقا. كل يوم نخرج حشق بلي ساشي ونقي وش يرمي والآخرين كل يوم. إذا كانت عندنا رغبة حنايا باش نقوا بلادنا نقوها. عندك رغبة؟ أنا ما عنديش رغبة. بلادك ما تحبش تنقى نتعاونوا بيان سوغ فيها نتعاونوا فيها اليد اليد مرا وراجل دري كبير وصغير ونقوها. إذا يخرجوا بالويكاند ويديروا حملات تنظيفية تاع لي بلاج تاع لي ريوال تاع كان une volonté تاع الشعب. Oui, je suis intéressé par le fait de nettoyer ce pays. شكون ما يحبش النظافه اخو؟ ديجا حنا اونك شعب مسلم نورمالمون النظافه من الايمان يقول لك. الشعب هو اللي ينقي اخو لازم الشعب. باسكو الدوله وحدهم ما يقدروش. J'aimerais bien voir l'Algérie propre. تسمى ماذا بيا انا تكون الجي اون فيل بروبر. الجي كانت الجي بكري كانت الجي لا بلونش خو. واحد اللي ينقي. اوبليجي يكون ينقي يدير هذه الامورات. ولازم نتعاونوا سي نورمال هذه حاجه تفيدنا تفيد المجتمع وتفيد حتى البيئة. شفت واحد القرية في تيزي وزو ما شاء الله وراوها من غير نقول لك كاملين وضو هكذا ما شاء الله كان كل واحد ينقي قدام باب داره ومن بعد لاخر حومته ونبداو نطلعوا بالشوية نقيوها كاع. مشاهدينا لحقنا الآن نهاية البرنامج أنا ما بقى لي غير نقول لكم ابقوا في البرنامج صالح جدا وما تنساوش إذا حبيتوا تقترحوا لنا مواضيع تبعتوا لنا عبر البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة. سلام.